انزل هاتهم يا اسطى، انت روش انزل هاتهم. انت برضه؟ حاضر. انزل هاتهم بس انزل. يلا طب يلا واحد اهو، يلا اللي بعد. سبك بكيتو رايح حاجه عشان النبي عف سلام ولا اي حاجه، احنا اخوات وحبايب تمام بقى ده يعني اوبا بس مش اكتر يعني صريح صحيح. واخيرا لقيت اكونت مع لبسه الموميا. تعرف لبسه الموميا تلعب كام؟ 10 فتحات بس 500 شده يا ابو. وعدنا يا ابو لما نيجي نفتح بنفس الحوايه. خدت جواب اللبسه، انا جواب اللبسه لعبت كام جيم سولو بعد كده واحده داخل جيم عشوائي. وعايز اقول لك الضحك العشوائي، انا اصلا بفكر كل جيم العب مع عشوائي. اه والله العظيم الضحك اللي حصل، فحصل جمدان وشويه حاجات جميله كده. قبل ما نبدا الفيديو لايك عايزين نوصل الفيديو يعني عايزين نكسر بقى يعني حاجز 7000 لايك. يعني عايز الفيديو ده يوصل 7000 كده. اشترك بالقناه عايزين نكمل 500000. عايز الجهاز كله 109.5. ليتس جو. اكونت اخويا ياسين حبيب ياسين. ياسين طلعها ب 500 شده. من واهبه السكواد كالعاده. ايه ده انت من النوع اللي انت بتنزل وبتضرب البتاعه دي وتخلع؟ انا عايزين مين احنا بتوع الشوبيت. اوس ليتس جو سمو سكواد. هاي دوس ولات. لا يا صاحبي يا صاحبي انت انا موت صح؟ انا كده موت صح؟ طب افنش ده قبل ما اموت، افنش ده قبل ما اموت. يا حول الله ممكن كده كده عايل بقى عايل. معلش يا ابن الكلب يا ابن الكلب. خش خش كده. والله العظيم يا دكتور ما يصحش كده. مش معنى ذلك يا عزيزي انك تموت بموت. لا ده يدل على الاحتراف ان هم دلوقتي انا مش عارف اهبط. في شوت جن هموت واخدها. اللي بعده معانا مين يا فندم؟ طب السكواد ده يبعد عني، مش عارف هو مثبت معايا ليه. ماشي ما هو كشك كله بينزله. حاضر انا كشك بتاعي بس كده اهو. وعشو بيتوس انا ببيع انا ببيع انا ببيع انا ببيع حاجات. يا غالي كل حاجه عليك هتتعب كده. الدنيا خدوا هاك. ايوه ليه فوق نص ثمن. تعالى ده اخش اجيب اخش في يا غالي. الله شكلها تسلك ولا ايه؟ شوش اجيبي تقعد على جنب. بقول لكم هتسلك طالما مش بلعب باكونتي. حتى بص حتى الناس اللي بتغفلني ما بتقتلنيش ليه؟ عشان مش اكونت. يا جدعان هيفهمني دلوقتي. اسمع يوم ما اجيب كلات وبجيم كويس انت تموت، ويوم ما انا اموت انت تقلب مليون. ايه يا عم شلنيش يابا؟ خلاص كفاني يا عم كفاني. ممكن اتكلم لو سمحت. انا الدي بي كان بيعمر مسكت الاس الار وانا حاططك مش بي سي عشان امسك الاس الار. بص كلامك كله ده في الزباله تمام. انا ما بعرف.
طب المؤتمر اللي عاملينه ده كل واحد ماسك له مكتب. هم عملوا لك يا فين؟ هم عملوا ايه بالظبط؟ انا شايفهم داخلين على افنش فنشتوا. هاو يا رب. لا سلاح اسكت اسكت انا عارف اللي حصل لك. اسكت هما اكيد سووا سلاحك يا فان. صباح الخير. اعمل ايه؟ معيش طالع رجاله كلها جايبه بالونات يعني. ماشي يا عم. يا صاحبي انت فين يا اسطى؟ فين صاحب العربيه؟ انا يا زميلي جنب السيكل ده جنب العربيه الفيس بتاعتي يا اسطى. لما خلص فايدر مين مهمه الجديده دي يا اسطى. ما المشكله اللي هي لونها اصفر ما ينفعش حد يلبسها. اه خلصانه يا اسطى. تعرف طلعت لي بكام دي؟ فتحه واحده. واحده؟ فتحه واحده يا دين امي. يا بختك يا بختك. انت ما خدتش الكبيره بقى. انا اصلا كاسب الشداد سبع كده من يوتيوب اسمه وش كده بوزع بقى الباسات. يا رب سامحني. نعم البصير. ايه الحلقه يا جماعه؟ واحد اخويا ما توقعش. خد كوبا جايلك كده. يا ساتر يا حبيبي يا اسطى. عايز اقول لك على حاجه. الشداد دي انا اصلا كاسبها يعني. حب وجدعانه كده. الشداد كاسبها. اه يوتيوب جايلك اسمه وش كده يعمل كل فتره فتره بيوزع الوالبسات. تخيل تكتب له كومنت جميل كده بيوزع الوالبس. تعرفوه؟ عادي كتبت كومنت هو اختارني عشوائي. هو اختارني عشوائي. هو اللي كتب الحاجات دلوقتي؟ اه هو لا هو ممكن تخش يكسبك عادي. لا ما نزلت ضده مره يا اسطى. لا هو 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 لسه فاتح البث. لا هو قفل بس دلوقتي. هو دلوقتي بيقول لك فاتح بث. استنى حت امك استنى حت امك. هو مين اللي انت جبته قتلك ده؟ هو ايوه جيما كان بيبص على صاحبه وجنبه كده. هو يا حماد. انا ما خدتش بالي هو بيقتلنا. انا بكلم صاحبي. هو بوت اصلا يا جدعان. هو بوت اصلا ما بيعرفش يلعب. هو بوت اصلا ما بيعرفش يلعب. بس هو بالحب كده. هو ده ربنا وربنا هو ده يا اسطى. انت رش صح؟ رش مين؟ انا مت. لا انت رش. انا مين؟ عم انا محمود. صباح الفل. رش مين؟ وانا يعني انا نفسي اقابله اصلا. نفسي اشوفه نفسي اصلا. نفسي اتقابلك. ايه بس؟ ما حتى اجيب. لا الحوارات دي عارفينها يا اسطى. ممكن الحوارات دي بعد اذنك كده. حوارات ايه يا عم انت؟ انا اصلا معيش المومنت. معكش المومنت يا اسطى. انا وقعت في الكلام يا خبة غبي. المهم يعني يا جدعان انتوا فين؟ انا بلعب لوحدي يا جدعان. الو بس ده ملوش اي علاقه بالحوار فاهم. انت ايه اللي نازلكوا هناك يا جدعان؟ ما تنزلوا سكول يا جدعان. معايا واحد لمين؟ انا دلوقتي في سكول. تعالى لنا يا اسطى. تعالى لنا واحنا نروح سكول. لا بص بقى انا في خطه جامده. انا واحد سكول اعمل لكم الدنيا وبنش لكم السكوادات انتوا بقى تيجوا تلوثوا. انا عادي انا بحب اصحابي. ايه يا اسطى؟ انت مستقل بيا يا اسطى؟ يلا يلا بالامان. انت مش خش يا ابني اللي بقول لك لسه كاسب منه الباس. انا نفسي اقابله. ثاني فوق فوق. يا اسطى انت هتجيبها فيا. انا اتكلمت يا عم. لا 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 عشان نفس صوتك. هو في كذا واحد قال لي كده برضه. قال لي انت فيك مش عارف ايه والناس بتتكلم انا وهو فاهم. بس انا نفسي اقابله ان شاء الله. اقسم بالله شكلك خش يا اسطى. يا اسطى انا نفسي اقابله. كل شويه حد يقول لي يا ابني صوتك زيه. يا عم انا اتهقت يا عم. خلص انا ابو جلابيه اللي ما بشوفش. ماني فراوك الله. يا ابن اللعيبه. يلا ده يلا ده. نفس الشوط. اطلع اطلع اطلع. انا سامع السياحة هم عاملين يفكروا هو مين ده ومش عارف ايه. وانا فاهم عاملين مركز العب. يا ابن اللعيبه ايه ده؟
عاش عليكم ربنا. أحسن يا جدعان ايه رايكم؟ الو سلام عليكم ياسين بودا. ايه ده فندتا؟ الحق حبيبي يا فندتا. دي 3 سبعات فندتا واخد الاسم الاثنين. يا فندتا افتح المايك وجاوب يا استاذ. ايه يا اخويا؟ ايه يا اسطى؟ يلا رش يلا. لا 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 يا جمال. لا اقول لك ايه ده معانا يا اسطى؟ ده معانا. ايه ده؟ ده ايه ده؟ هو وربنا هو والله رش. هو مين؟ هو انا. لبس الصوت يا لا لا لبس الصوت حلو بالظبط والله. هو يا عم وانا ناس بس بتقول لي ناس بتقول لي زيه يا جدعان. يا ابني اوصل له ده يا جدعان اصلا في ايه يا رجاله؟ الو بص انت بتعرف ناس بالراحه بس. لا 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 سلاح يا رجاله سلاح يا رجاله. سلام سلام سلام. هو مش كان بص دمه بص دمه يا اسطى عامل ازاي؟ يا كمبوه يا عم انا اعرف رش ولا دش. خلاص بقى صاحبي بقى عشان ما يجيش يزعلك. لا انا لا عايز. لا ايه ما انت بتقول عايز دش هيجي حميك يعني هو ولا ايه؟ مش فاهم رش يا عم. مش رش يا عم. مش انا مش هو يا عم. انا عارفك والله انت رش يا اسطى. أربعة يا اسطى. هو صح مش هموت يا غالي بس تعالى الحال يا غالي عشان الجو ده على الحال. انت بتصور لايف يا اسطى؟ بصور لايف فعلا. لايف يا غالي اللي بتصور ده يا عم. والنبي يا عم والنبي يابا. مين ده؟ صور فيديو يا اسطى. صور فيديو يا جدعان. انا شبهه شبه اسود ايه يا عم؟ مش للدرجات يا عم. يا ابني عادي يا عم. قلب عادي ايه؟ ارمي المومي يا اسطى. المومي دي خد المومي يا لسه ما بتشوفهاش. انزل هاتهم يا اسطى. انت رش انزل هاتهم. انت برضه؟ انزل هاتهم. حاضر انزل هاتهم بس انزل. يلا طب يلا. واحد اهو يلا اللي بعد. عم روش الواد هيطلع يفنش. عاش يا روش. عيب عليك يا بابا. اخويا اخويا بس انا مش روش. بس انت اخويا. طب وانت اخويا بس انت روش يا برضو. والله انت روش. انت كده اخر جيم انت نازل تاخده كله تسونات. مش انا ده هو اخر جيم اخد كله تسونات. انا هخش اشوفه كده. الحق في حد نزل فوق والله. تعالى بس الواد ايه لو ايه. يلا بينا يا جدعان. انزل هاتوا الخريطة. الحق واحد نزل واحد نزل. تعالى معايا. الحق الحق الحق. لا اخوات لا اولي. عيب عليك. عيب عليك. قط السماعة. قط منه السماعة. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ قط منه السماعة. بني ادم يا جدعان. عاش يا روش. خلاص تمام بقى كله عاف. انا مش وش. بس ليه عصابة كلها سنين؟ انا ما عملتش حاجة. ربنا ما عملت حاجة. يلا يا بنديتا يلا يلا. الله يا ابن اللعيبه عملت ايه ده يا ابن يا اسطى؟ بص بص صلي بينا على النبي. في جانب كويس في رشوش وفي جانب فانت شوف بقى انت عايز اي واحد. يا دين امي يا دين امي. لا وين لا وين لا وين يا ابن اللعيبه. ايوه رب 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 رب. امسك يا سيد. بالعقل يا جدعان. بالعقل. ايوه بقى نتكلم بالعقل عشان كده بجد بصراحه مفيش عقل. نتكلم بالعقل بقى. العم بالعقل بالله عليكم. ايوه عاش يا هوش حبيب. مش عارف يا اسطى ايه ده. هي السماعه دي خارجيه يا اسطى؟ كل اللي قاعدين جنبك سامعين يعني؟ يا اسطى ده كل اللي قاعدين يا اسطى مصدقوا تعملوا كده والله. ايه يا عم قول ما شاء الله يا عم. حب الناس الله مالك. ما توحد الله كده في قلبك. ايه يا عم؟ لا لا يا باشا. صلي بينا على النبي يابا. انتوا منين يا رجاله؟ على صوت السلام. امتى بوت الحق الحق الحق. رجاله سكواد سكواد يا دينا. رجاله فشخ فشخ فشخ. واه رجاله واه رجاله. ايوه يلا يا سيم. واد يا سيم يا ابن اللعيبه. بعد يا اولاد اللعيبه يا الحق واحد. انا ما يفنش ما يفنش. انت جاي منين ده؟
ده نزل امتى ده؟ ده مش مات ده يا باشا. انا عايز رقمك يا اسطى. لا اكتب يا باشا. اديني رقمك. انت في الصوبة كله قاعد يا لبام انت. انا شو زين 12 يالا سلام بالهم كلهم.